إن كنتم تستخدمون سماعات أو مكبرات صوت التي تعمل بالبلوتوث، من الممكن أن كان عندكم مشاكل في مستوى الصوت. ربما كان الصوت صغيرا جدا رغم أن الصوت في أقصى مستوى، أو ربما تريدون التحكم في المستوى بأكثر دقة. مرحبا بكم في فيديو آخر. اليوم سأتحدث عن طريقتي التحكم في الصوت عند استخدام سماعات أو مكبرات صوت البلوتوث، وكيفية حل بعض المشاكل الممكنة في صوت البلوتوث. هذا الفيديو قصير نسبيا، هو جزء من الفيديو السابق أتحدث فيه عن ميزة رائعة في هواتف سامسونج التي تحسن جودة الصوت، الرابط في وصف الفيديو إن أردتم معرفة المزيد عنها. بقول ذلك لنبدأ موضوع اليوم. عندما يكون حجم الصوت متزامنا بين الهاتف والسماعات التي هي الطريقة المحددة افتراضيا في معظم الحالات، يكون للجهازين نفس حجم الصوت ويمكن التحكم فيه من أي من الجهازين. والطريقة الأخرى هي بالتحكم في حجم الصوت بشكل منفصل. يمكنكم تغيير الطريقة حسب ما تحتاجون، لكن حسب سماعاتكم يمكن أن تجدوا أن حجم الصوت صغير جدا أو كبير جدا، وأن التحكم فيه ليس دقيقا. إن كان عندكم هذا النوع من المشاكل يمكنكم إيقاف مزامنة حجم الصوت. في الهواتف سامسونج هناك خيار اسمه مزامنة حجم الصوت الوسائط، وكما يستنتج من الاسم إيقاف هذا الخيار سيسمح لكم بالتحكم في حجم الصوت بشكل منفصل، وهذا بإمكانه حل المشكلة الراهن. إن لم يساعدكم هذا فيمكنكم أيضا التوجه إلى خيارات المطور وتعطيل مستوى الصوت المطلق، وهو موجود في هواتف الأندرويد أخرى أيضا ويقوم بنفس العملية. ولكن حتى لو لم تجدوا هذه المشكلات، تعطيل مستوى الصوت المطلق يسمح لكم بالتحكم أكثر في حجم الصوت، لأن عندما يكون الصوت غير متزامنا يمكنكم وضع حجم الصوت في مستوى معين في الهاتف وتعديله أكثر في السماعات. يمكنكم تجربة هذا الخيار حتى تجدون ما يناسبكم. فقط تذكروا أن هذه الأيام مشكل توافق في البلوتوث ليس من المعتاد، فلذلك ربما لن تحتاجوا إلى تعطيل هذا الخيار إلا إذا كنتم تريدون التحكم في مستوى الصوت بشكل أدق. لكن من يعلم متى ستحتاجون إلى هذا؟